طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. بيه نقصان كبير ونواقص كبيرة. الدستور هو وليد عملية سياسية عرجة، أساساً ولدت عرجة. ولدت عرجة بظل نظام احتلال، الاحتلال سواها، قامت على الطائفية السياسية، على التهميش وعلى الإقصاء وعلى المحاصص وإلى آخره. هاي العملية السياسية أنتجت هذا الدستور وأنتجت الأوضاع السياسية اللي احنا فيها. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. يوم أمس انتهت الانتخابات في العراق وخرجت بنسبة هي الأقل في تاريخ الانتخابات العراقية، وخاصة بعد العام 2003 لغاية 2018. تاريخ البارحة كان 12 بالشهر. مفوضية الانتخابات تحدثت عن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهي التي بلغت النسبة 44%. رئيس المفوضية رياض البدران أوضح بأن 10,840,000 شاركوا بالانتخابات من أصل 24,325,000 ناخب. طبعا يأتي هذا في وقت أكد مراقبون بأن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 30%، وهي النسبة الأقل منذ العام 2003. البارحة قبل الإعلان من قبل المفوضية كانت التوقعات وكانت الأرقام التي تصدر من المفوضية عبر تسريبات مصادر صحفية وإعلامية تشير إلى أن النسبة 32%، ولكن المفوضية بعد الإغلاق بنحو 3 ساعات أعلنت بأن النسبة 44% من نسبة المشاركة. طبعا وكالة فرانس بريس تحدثت بأن العراق سجل أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية منذ الغزو الأمريكي عام 2003. الوكالة أوضحت بأن صناديق الاقتراع أظهرت إحجاما كبيرا من العراقيين، حيث لم تتجاوز نسبة الناخبين 44% بحسب مفوضية الانتخابات. وعزت الوكالة الإحجام الكبير عن الانتخابات إلى رغبة العراقيين بعدم تجديد الثقة بالطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وإنكار الوعود منذ 15 عاما. مراقبون وناشطون كما أشرنا أكدوا بأن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 20% في أفضل حالاتها. طبعا شهدنا البارحة وشاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تزوير للانتخابات، وهناك اشتباكات وإطلاق نار إن كان في كركوك إن كان في السليمانية. هناك كان صدام ما بين أنصار الصدر وأنصار حيدر العبادي في النجف. هناك خروقات كثيرة حدثت في الانتخابات يوم أمس. المتحدث الأسبق باسم الحكومة في العراق علي الدباغ قال بأن هذه الانتخابات شهدت أقل نسبة مشاركة منذ العام 2003، وأكد الدباغ بأن العزوف الشعبي عن الانتخابات يمثل رسالة بليغة لكل الطبقة السياسية التي لم تقدم شيئا للشعب العراقي. المقتطف مقتطف علي الدباغ إذا جاهز ناخذه، وهو يتحدث عن نسبة المشاركة في الانتخابات. ناخذ المقتطف ونرجع لكم أعزائي المشاهدين. لأول مرة في كل الانتخابات لم تصل إلى هذه الدرجة المتدنية نسب المشاركة. هذه رسالة بليغة إلى كل الطبقة السياسية، رسالة عقوبة من المواطن ومن المقاطعين بأنه هذه السياسات التي استخدمت لم تعد مقبولة. الموصل سقطت، سبايكر شهداء أكثر من 1700 لم يتم التحقيق معها. أكبر نكبة حدثت بتاريخ العراق الحديث، ثلث البلد احتل من قوى شريرة، لم يتحدث أحد عن السبب، لم يحاسب شخصا واحدا، وبالتالي هناك غضب كبير جدا، غضب كبير على هذه الطبقة التي لم تقدم لحد الآن كما وعدت.
إذن غضب كبير كما وصفها علي الدباغ المتحدث الأسبق باسم الحكومة على الطبقة السياسية. معنا اتصال عبد الرحمن من السليمانية. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. أحييكم وحي قناتكم الشريفة. حياك الله. يا أهلا بك. الله أن يجعلكم إن شاء الله ناطق باسم كل مظلوم إن شاء الله. الله يسلمك. شنو رأيك عبد الرحمن البارحة اللي صار بالانتخابات؟ والله احنا بالنسبه لنا من السياسه ما نقص ان ادينا هاي الانتخابات الحمد لله هذا الربوع هذا العجم الفارسي الربيعي من قال نجيب المواطنين بالقوه وخليهم ينتخبون شو ما جابهم بالقوه العاده الحيوان ابن الحيوان لا لا بس بدون تجاوز الله يخليك عبد الرحمن اي والله بدون تجاوز ارجوك على 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 ما خلفونا يوم من مغاشي ومن ضيم ومن طائفيه ومن تشريد صار لنا 40 مهجرين هنا ولو احنا مو مهجرين ان شاء الله من بلدنا بس يعني شنو نحكي والله الحكي ما في فايده استاذ عمر يعني ما نحب نتجاوز على قناتكم قناتكم اكبر من الواحد يتجاوز عليها بالفاظ نعم ما تليق بها والله استاذ وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعيدهم بصخام الوجه سنتهم وشيعتهم واكرادهم وكل طوائفهم الطبقه الفاشله نعم زين عبد الرحمن يعني نسبه مشاركه ضعيفه مع العلم هناك تزوير وهناك حديث ان هناك جهات تدخلت لرفع النسبه لكي تصل الى 44%. انت برايك كمواطن عراقي نازح بسليمانيه شلون راح يصير شكل الحكومه القادمه اذا ما حصلت الدعم من قبل المواطن؟ الناس صاعد او يعني قبيل المراجع تضحك عليهم الشيوخ العشائر تسجيلهم هاي من عشيرتنا وهذا من طائفتنا الناس ملت من الوعود وملت من الاكاذيب بعد ما يعني لا يلدغ المسلم من شعر من واحد مرتين على على حسيت ابو المثل ما يعني الناس وعد بعد كان في ضحك على الزغون اجلتهم نعم عبد الرحمن من السلمانية جزاكم الله بخير وجزاك شكرا عبد الرحمن من السليمانية كان معنا بالحديث عن الأحداث اللي صارت بكركوك محافظ التأمين بالوكالة ركان الجبوري طالب بإعادة فرز أصوات المقترعين في المحافظة في الانتخابات البرلمانية الجبوري قال في مؤتمر صحفي بأن هناك اعتراضات على النتائج بعد أن تبين وجود خلل في البرمجة الإلكترونية وأشار إلى أنه حذر مسبقا من ذلك دون استجابة طبعا الجيش فرض مساء أمس حظرا للتجوال في كركوك على خلفية اتهامات وجهها العرب والتركمان بوجود تزوير إثر تسريبات بتقدم قائمة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الانتخابات خلونا ناخذ المقتطف مقتطف كركوك وهو مطالب كركوك رقم 4 بشكل عاجل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب والمفوضين اتخاذ قرار عاجل وسريع وفوري بإجراء عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في المركز الوطني للمفوضية في بغداد وبطريقة العد اليدوي ونقل الصناديق وأطالب أيضا الجهات المختصة بنقل الصناديق اعتبارا من يوم غد صباحا فإن الجهات المختصة تتحمل كافة التداعيات التي قد تحصل لا سامح الله لوجود مؤشرات أولية على هذه التداعيات نعم طبعا رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي قال بأن الوضع خطير في كركوك وباتجاه التصعيد بحال عدم اعتماد الفرز اليدوي في نتائج الانتخابات وأضاف الصالحي بأنه بعدما حصل في نتائج العد والفرز في ثانوية الحويجة جنوب غربي كركوك مثال واضح على وجود تلاعب في أجهزة التصويت وذلك سيزيد من التوتر الأمني بالمحافظة نأخذ مقتطف وكلمة أرشد الصالحي كركوك إذا كان السيد رئيس الوزراء لا يعلم مدى خطورة الوضع نؤكد لهم له هو شخصيا ولكل الكتل السياسية بأن برميل البارود لا زالت باقية ولكننا كتركمان نمتلك صمام الأمان فيها لحد الآن
ونقول لجماهيرنا بعدم بضبط النفس وعدم إثارة المشكلة أكثر. ولكن للأسف مفوضية كركوك ومجلس المفوضين لم يكن صائبا في قرارها عندما جاء بلجنة داعمة من إقليم كردستان إلى كركوك بدلا من مفوضية كركوك. نعم طبعا تم تسجيل عدة خروقات في العاصمة بغداد وفي المحافظات الأخرى. طبعا آلاف التركمان في محافظة التأميم تظاهروا تنديدا بما أسموه عمليات تحايل وتزوير في الانتخابات البرلمانية قامت بها أحزاب كردية من أجل تحويل أصوات الناخبين التركمان لصالحها بحسب قولهم. تجمع آلاف المتظاهرين أمام مبنى المفوضية للانتخابات في كركوك ورددوا هتافات تتهم التحالف الوطني الكردستاني وأحزاب أخرى بتزوير أوراق الاقتراع في المناطق ذات الغالبية التركمانية. كذلك قضاء داقوق وناحية التون كوبري شهدتا مظاهرات مماثلة للتركمان. خلونا نأخذ هذا المقتطف. عتبنا ما راح نبدأ من الأول، نبدأ من الأخير. عتبنا على اللي حكمونا ببغداد. هالمحاباة إلى متى؟ يعني هاي محاباة وخوف. إلى متى نبقى يعني تحت ذلة وتحت مكفخة؟ الكل تدري بهم تزوير، من أكبر واحد بالعراق لأصغر واحد. ما جاي الناس عبثا الساعة 12 بالليل تارك أطفالها وعيالها وجاية ضد أحد، ما رافعين علم ضد أحد ولا سلاح ضد أحد، جاي نطالب حقوقنا. الكل تدري، ماكو واحد في كركوك ما يدري أكو تزوير، والحكومة تدري، بالذات الحكومة تدري. إحنا ما راح نعتب على أحد ولا نعتب على إخواننا الكراد، من حقهم شي يسوون يسوون، كل من يريد يصعد، إخواننا الترك ما يصعدون، إخواننا العرب يصعدون، بس إحنا هذا العالم من راح يحميه؟ العبادي راح يحميه؟ اللي يدي حابي كافي ذلة، تعبنا، إلى متى راح نبقى هيك؟ نعم، معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا تحية لحضرتك والقناة الرافدية وكل الكادر المحترم. أهلا وسهلا بك. انتهت الانتخابات أستاذ عمر. نعم العرس الانتخابي ها؟ الجريمة الانتخابية. نعم. جريمة الانتخابات. نعم احنا ما نقول عرس، نقول جريمة هاي بحق الشعب. وأريد أقول مبروك لكل من مهد الطريق للفاسدين أن يرجعون يسلطوا على رقاب هذا الشعب. نعم مبروك لكل شخص باع صوته أن يعيش بذل، لأنهم للأسف تعودوا أن يعيشون على المذلة. مبروك على الشخص اللي استلم 50 أو 25 ألف دينار أو 100 ليرة اللي قبضها ونسى الناس اللي تعيش بالمخيمات ونسى الأبرياء اللي امتلأت بيهم السجون. مبروك علي البسطة اللي يشتغل عليها ابنه أو أخوه أو صديقه وهو يحمل شهادة ماجستير أو بكالوريوس. أخي العزيز، شعب رضى بالذل، ما علي أسف، من نتأسف عليه؟ ماكو واحد من العراقيين هسه بالوقت الحاضر ما عنده صفحة تواصل اجتماعي، وأكيد هسه شاف بعينه شلون الأصوات تنباع وشلون بطويري يجيبون طفل يعني أنا شفتها بفيديو، طفل أقل من 10 سنوات يبصموه، يعني ما شافوها الهاية؟ نعم يبصموه لصالح الفاسدين جماعتهم. وأكيد شاف بعد غلق صناديق الاقتراع شلون المراكز، بعض المراكز يعني شمروا استمارات التصويت بالشارع وعوضوها باستمارات مزورة. نعم يعني والله العظيم نقولهم بشركم راح تبقى نفس الوجوه تتحكم بمصائركم. نعم. والمفوضية المحترمة تعلن براحتها من انتهى التصويت مباشرة، يقولون نسبة 30%. نعم وبعد 3 ساعات وبعد مداولات بيناتهم قرروا أن يرفعون هاي النسبة إلى 44%. والله نعم. العظيم يا أستاذ عمر، لو السياسيين والبرلمانيين والمعممين عندهم ذرة من كرامة وشرف كان ما يبقون بمناصبهم، وكافي اللي سرقوه ونهبوه. نعم. لكن ما عليهم عتب، لأن فقدوا كرامتهم وشرفهم. وقبل كل هذا، قبل كل هذا أستاذ عمر، زين ماشي مع كل هذا وطنهم. النسبة جدا ضعيفة وهي الأقل منذ العام 2003، شنو رأيك بهاي النسبة الضعيفة؟ هذا دليل على انه الشعب ما يريدهم استاذ عمر. نعم. الشعب ما يريدهم، بس هم قاعد يدورون براحتهم. يعني انا قلت لحضرتك طفل عمره 10 سنوات يبصموه، وشفناه مقطع فيديو، يعني يردون يتحكمون منا الى ان تقوم الساعه بمصير هالشعب هذا. الى متى انتم تبقون ساكتين عليهم؟ نعم. وين الامم المتحده؟ هم يعرفون بين هاي النسبه، يعني اكو قسم يقولون نسبه المشاركه 20% وقسم. نعم. يقولون 33 وقسم 30. يعني وين الأمم المتحدة؟ ليش ما تتدخل؟ ليش ما تقول هاي الانتخابات مزورة؟ ليش يخلون هالزمرة هاي تتسلط على رقابنا؟ وإلى متى يبقى الشعب ساكت عليهم؟
نعم. راح يعيشون من جديد بأربع سنوات وينتظرون عود يغيرون. لا والله ما راح يتغير شيء، لأن هاي الفرصة فاتتكم وبعد ما تتعوض. كان المفروض بيكم تقاطعون هالانتخابات مقاطعة تامة وتخلون الناس والعالم كله يعرف بأن هاي الزمرة سلطت على رقابنا، سرقتنا ونهبتنا ودمرت كل شيء بالعراق. نعم. وباعوا يعني حتى هم فقدوا شرفهم ووطنيتهم وكرامتهم وباعوا. زين أبو ناصر، معروف احنا كل أربع سنوات من صدر الانتخابات يعني في أفضل الأحوال الحكومة تشكل يعني أقل من سنة إذا ما تتعدى السنة. برأيك مع هاي النسبة المنخفضة والتزوير اللي صار وحتى إحباط من قبل السياسيين وكلام نور المالكي قبل أيام إنه إذا شهدت الانتخابات تزوير راح تصير حرب أهلية لا سامح الله، الله لا يقولها، أنت برأيك الحكومة القادمة شو وقت راح تشكل؟ برئاسة منو؟ شلون راح يصير شكلها؟ برأيك أنت كمواطن عراقي؟ والله كمواطن عراقي سال عمر، أنا برأيي أقول احتمال ينتظرون أربع سنوات يلا تشكل الحكومة. أربعة؟ أربع سنوات على الجاي، لأنه راح يتقاتلون بيناتهم. هذا يقول المالكي والمالكي هل، والعباد يقول أنا القائمة مالتي فازت، والنجيف يقول قائمتي فازت، وعلاوي يقول قائمتي فازت، وكلهم راح يتقاتلون بيناتهم. وتعالوا شوف الوقت اللي راح ينصرف واللي راح يروح على تشكيل حكومة، والشعب باقي بس ينتظر ويباوع عليهم ويشوف ايش راح يقدموا له. نعم. ما يعني حكومة حتى إذا شكلت أستاذ عمر، يعني خلينا نكون صريحين، حتى إذا شكلت الحكومة ايش راح تقدم للشعب؟ شنو اللي شافوه الشعب العراقي من الحكومات المضت من سنة 2003 إلى هسه؟ هم راح يظلون هسه يتناقشون بيناتهم. زين احنا اللي نعرفه قالوا بانه نتائج التصويت تظهر مباشره خلال 24 ساعه يمكن قالوا. شو هسه حولوها الى يوم الاثنين على باشر؟ جاي ينتظرون يزورون بعد اكثر. فاحت ريحتهم والانتخابات تزورت والعالم كله عرف بهم تزويرهم، ما بيها مجال بعد. يعني حتى إذا شكلت الحكومة أستاذ عمر، إذا كانت خلال شهرين أو سنة أو ست أشهر أو تسعة أشهر أو سنتين، كلها هي راح تدمر بها الشعب العراقي. أبو ناصر من تركيا كان معنا، اتصال أبو عبد الله من كركوك. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو عبد الله، شلون الوضع بكركوك بعد الانتخابات؟ نعم. تسمعني؟ الصوت بي مشكلة مع أبو عبد الله، يعني يحاول هو يعاود الاتصال بينا. طبعاً الأحزاب المعارضة الكردية يعني أعلنت رفضها لمجمل العملية الانتخابية، وعدم الأحزاب المعارضة الكردية أعربت عن رفضها لمجمل العملية الانتخابية وعدم الالتزام بها، وطالبت بإعادة إجراء الانتخابات في كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها. طبعا هذا جاء في بيان مشترك وقعت عليه كل من حركة التغيير، تحالف الديمقراطية والعدالة، والجماعة الإسلامية الكردستانية، والاتحاد الإسلامي الكردستاني. رئيس حكومة كردستان جرفان برزاني طالب بالتزام الهدوء ووقف إطلاق النار على مقرات الأحزاب في محافظة السليمانية. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أبو عمر. أستاذ مو بعيد، الأسبوع الماضي أنا كان الأستاذ مصطفى الملا هو اللي يقدم البرنامج. نعم. قلت له هاي الشغلة مدسترة ومرتبيها. نعم. بس مو بالعراق مرتبيها، هم جايبين هذه الأجهزة، وهذه الأجهزة كلها مرتبطة بالقمر الصناعي. طلع القمر الصناعي اسمه ثريا، هاي المعلومة لازم تعرفوها يمكن سمعتوها. وهاي هذا القمر الصناعي ما معقولة ما إلى راعي وصاحب يقودها. هذا عنده محطة أرضية، طلعت المحطة الأرضية بدبي ما شاء الله. تعال أنت خذ بالعراق وتطلع النتيجة بدبي، هاي وين صايرة؟ وين دايرة هاي؟ بيا مكان بيا دولة؟ إذا هم يدزونك النتائج من دبي، هذا ترجع أبو عمر قبل فترة. إذا الانتخابات الأمريكية لغاية الآن تشير الحديث مصادر حتى من داخل الأجهزة الأمنية الأمريكية أن هناك تزوير لصالح دونالد ترامب، فكيف بالانتخابات العراقية؟
نعم انا ما قلت لك اياها. نعم. بامريكا لحد الان هذا روبرت مولر دايخ بيها، يريد يلقي نقطه بالمحيط الاطلسي يلزمها على دونالد ترامب، مدى يلزمها. فكيف انتم راح تلزموها؟ انتم ضايعين الصولج عاكم، شلون راح تلزموها؟ صريح العباره. فهذه النتائج ورا ساعه تطلع من دبي يدزوها للعراق، والله شايف هيك شيء وين سامحيها؟ يا معودين بخت الله، انت انتخبت بالعراق، ايش ودك دبي؟ والله مو مرتبط القمر الصناعي الثري بدبي بمحطه ارضيه. هذا ترجع الى قبل فتره استاذ عمار. نعم. من قلت لك من دزوا على مقتدى صدر بالسعوديه، ومن دزوا على مقتدى ايضا بالامارات هو وحيدر، وبعدين انكروا وقالوا احنا اذا حاربنا الحرب نوقف ويا ايران. كل كذب بكذب. هم قنعوهم قالوا لهم الحديده حاره على امريكا، راح امريكا حمت الحديده هي واسرائيل على ايران. فانتوا تصيرون ويانا لو تصيرون ويا ايران من هالسحتونا يا هذولك باقوا هوا. نعم. هاي باقوا هوا. هذا نحكي على اذا اللعبه الدوليه او السياسه الدوليه. سولفنا على السيمانيه، شلون الانتخابات البارحه؟ اكو اطلاق نار، اكو حديث عن تزوير، جماعه التغيير ما راضين بالانتخابات، يعني احزاب معارضه كرديه ما راضيه. والله استاذ هي كلها مرتبه ومدستره. نعم. ارضاء الحزبين الكبيرين. نعم. بالسيمانيه وباربيل بصراحه. والتغيير زعلان على شنو زعلان؟ هو كان جزء من هذه الاحزاب. هو انت كنت جزء من الاحزاب، هسه صرت معارضهم، انت ماكل وشارب وياهم، دهن ودبس كنت وياهم، انت هسه بطلت قمت تحارب وتدافع. هو كل من يغني على ليلى، كل من يريد يسيطر على الوضع يوصل الى مرحله ماكو من يستلم الحكم، والله يشعل ابو الله. نعم. زين هاي اقول لك يا بصراحه، كل حزب بما لديهم فريقون ما يقدر يسيطروا، ما يقدر يسوون كل شيء. زين هي بيد امريكا، بيد امريكا واوروبا وبيد السعوديه. السعوديه سياستها الخارجيه اكثر من 1000 مليار دولار دفعتها بشيء قوتها هينه، هي راح تدمر ايران وكل اتباع ايران بالمنطقه سياسيا من خلال. نعم. شو تتوقع شكل الحكومه القادم ابو عمر؟ من راح يصير رئيس وزراء برايك؟ والله هم ايضا مرتبين، بس اريد اقول لك شيء على رئيس الوزراء. لا رايك انت، رايك اريد رايك. انا اقول لك يا خال، من هو اول شيء راح يقولوا له؟ التشيع الديني انتهى، انتهى، صار من الماضي، ما لك علاقه بالتشيع الديني. العباءة الدينيه والعمامه الدينيه بعد انتهت، عندنا تشيع فكري، اما علماني ليبرالي قومي شيوعي، شو يصير يصير، بس ما التشيع الديني انتهى خلاص، بعد ماكو دين، ما لك علاقه بالدين، ما لك كل شيء. هذا تمام. ما جاوبتني، منو راح يشكل الحكومه برايك؟ والله هي لحد الان ما مبين استاذ، ما مبين. عندك ابو القائمه الوطني ايضا نسبه، وعندك ابو حيدر العبادي عنده نسبه، ومقتدى عنده نسبه قويه. هذول البقيه عادي طلعهم، عادي ونوري ذول طلعهم من السالفه، انتهوا. لا هو ولا عمار ولا غيره ولا غيره ولا هم يحضرون. هذول الاربع عوير اكراد اللاعبين الاساسيين، حيدر ومقتدى واياد علاوي، وعندك حتى اثيلي نجيسي ابو القرار ما ادري من هو وسليم الجمهوري، وعندك الاكراد. نعم. هم ذول اللاعبين الرئيسيين بالمنطقه، بعد انتهى. قلت لك شلون الوضع بالسليمانيه اليوم؟ والله يعني اعتيادي ماكو شيء ان شاء الله، ماكو شيء. لا لا ماكو شيء، صيحه واحده عيطه عيطة صارت ومثل ما يقول تكتب. نعم. ابو عمر من السيمانية شكرا لك. معنا اتصال ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولسادة المشاهدين والاخوة. الله يسلمك اخي عمر. جورج بوش وتوني بلير تعرف عندما حصل الانتخابات في العراق كانوا يتباهون إن هناك أول عملية ديمقراطية حرة في الشرق الأوسط تجرى في العراق. نعم. ومن ذاك اليوم إلى الآن المتتبع للأحداث السياسية في العراق والمشهد السياسي في العراق جاءوا بحثالة، يعني هل هذه هي أول عملية حرة ديمقراطية في الشرق الأوسط؟ شوف يعني أخي، كلهم سراق ولصوص وكلها تزوير. نعم. ويعني حقيقة يعني شيء الآن يعني صرفوا حوالي 4 مليار دولارات المرشحين للانتخابات. نعم. بالله أخي عمر، إحنا هؤلاء أطفال الأيتام الذين. نعم. قتلوا هو بالحديث عن 4 مليار دولار على الدعاية الانتخابية البارحة قسمناها
يعني نعم. على 35 مليون مواطن عراقي تقريبا كل مواطن عراقي يوقع له أكثر من 11,000 دولار، يعني لو موزعيها للناس بشكل نقدي بس نعم. هاي قضوها على الصور، ومثل ما تقول أنت ما حيرين لا بالأيتام ولا بالنازحين ولا بالفقراء، 11,000 أكثر من 11,000 دولار إذا على 4 مليار. نعم نعم بالله أخي عمر، هذه أليس يعني واحد يدخل الفرح والسرور إلى أبناء بلده إلى الأيتام ويكتب أجر عند الله عز وجل لو كانوا عملوا هذا الشيء؟ لكن لو يعني أخي لو تقرأ المبعوث الإسلامي إمام عمر رضي الله عنه يعني كان يقول القوي عندكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق له، والضعيف عندكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، والقوي ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. نعم زين أبو عبد الله، هو بالحديث عن 4 مليار دولار على الدعاية الانتخابية، زين حيدر العبادي والحكومة يوميا يصيحون وعندنا أزمة اقتصادية ودي يتوسلون بالدول، اعطونا ديون، روحوا للكويت مؤتمر إعادة الإعمار، الفلوس ما راح تكفي مال مؤتمر الكويت، العراق محتاج 100 مليار لإعادة الإعمار إلى آخره، يوميا ساحبين من الاحتياطي من البنك المركزي. زين هاي 4 مليار منين جابوها؟ منين جابوها الأربعة مليار؟ أكيد أكيد أخي عمر، أكيد هذه من قوت الشعب العراقي، من أموال هالمساكين الشعب العراقي، هذا نعم. ليس من ممتلكات خاصة، هذا كله هذا سراق ويعني مصاصيد دماء. لكن انظر إلى مالك يا أخي عمر، يعني مهاتير محمد رجل كبير في العمر، يعني وصل 92 في عندما استلم الحكم، لأنه يخاف الرجل يخاف الله في شعبه، كيف طور ماليزيا ويعني جعل ماليزيا الدولة الفقيرة. انظر إلى الذي يسافر إلى ماليزيا يشوف الرجل كيف عمل لشعبه ووطنه. نعم. فالآن انتخبوه مرة لأنه رجل صالح يخاف الله، فهؤلاء لا يخافون الله يا أخي عمر. نعم. ولكن إن شاء الله عز وجل يعني لهم هؤلاء الظلمة، هم أكيد أيضا زوروها، الانتخابات مزورة. نعم. والشعب العراقي بيعرف أنهم غير مرغوبين، لكن لهم يوم إن شاء الله، لهم يوم. أبو عبد الله من لندن كان معنا، شكرا لك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو محمد من الديوانيه، تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ حياك الله يا اهلا بك، اهلا وسهلا بك. والله انا احب متعجب بهاي نسبه المشاركه اللي اعلنتها المفوضيه. نعم. لان النسبه ضعيفه جدا. نعم. ولذلك احنا حتى الشارع اليوم يعني يقول النسبة مزودينة. اي زين، والوضع مو تمام، السوق الحياة مشلولة، اشبه بالمشلولة والله. زين لا. البارحة عندنا 3 أخوة من الديوانية اتصلوا علينا واكدوا بانه الناس ما راحت بالديوانية تنتخب. التزوير نعم. التزوير اللي حصل واللي شفناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هذا الاقتراع الإلكتروني اللي الحكومة قالت هذا ما يقدرون حد يزور به، أنت برأيك نعم. 44% فرضا أنها ماشي
44% مثل ما أعلنتها المفوضية مفوضة الانتخابات. هاي شلون راح تعطي شرعية وشلون راح تعطي مكانة للحكومة القادمة؟ شلون راح تعطي مكانة بين الشعب للبرلمان القادم؟ والله أنا أقول لك هاي النسبة زودوها يدون يرجعون الناس نفسهم اللي كانوا هسا بالحكم، يريدون يرجعونهم. وهسا شوف الأيام قدامنا، وأنا راهنت قبل فترة قلت لهم الانتخابات ما تكون نزيهة. زين؟ نعم زين. وهاي شوف الأيام قدامنا وهي تثبت لك. زين، أنت برأيك إيش قد راح تأخذ فترة وتشكل الحكومة؟ الحكومة تبطي تأخذ لها فترة ويا الدول دول اللي هي تريدها. الدول المجاورة الدول هذا تشكلها. زين؟ نعم. يعني قاسم مناصب، هاي إلك وهاي إلي، هاي الوزارة للحزب الفلاني. نعم. مثل الانتخابات السابقة. نعم بالضبط مثلها، واللي تريدها الدول المجاورة ولها تأثير على على نعم. على الساحة هي اللي تشكل الحكومة. نعم. يعني أبو محمد، هاي المقاطعة، يعني المراقبين محللين يقول لك هذه المقاطعة الفعلية لأول مرة من قبل الشعب العراقي كمقاطعة واسعة. يقول لك إذا الحكومة خلال السنوات القادمة هم بقت على نفس المنوال ونفس الفساد ونفس الوضعية، إذا كانت اليوم النسبة 44 احتمال بعد 4 سنوات، إذا بقى الحال على حالة بعد 4 سنوات النسبة ما توصل 4. لا يعني الشعب بدأ هناك وعي عند الشعب، هناك الشعب عرف اللعبة، عرف أنه انتخب أو ما انتخب فالصوت راح يتزور. شو تقول أنت؟ والله أنا أقول لك الوادم ما تتحمل الوضع. نعم. الاقتصادي الوادم ما تتحمله. نعم. والوضع ما يتحمل 4 سنوات بعد. زين؟ والوادم عرفت الساعة شنو اللعبة وشنو هذا وما تتحمل الوادم. زين؟ شو يقدر برأيك يسوي المواطن العراقي؟ والمواطن العراقي بلكت الله يسوي تغيير، بلكت الله تتفق الناس بيناتها على هالوضع هذا وتغيره. نعم. زين؟ نسأل الله السلامة والفرج للشعب العراقي، لشعبنا الحبيب. أبو محمد من الديوانية كان معنا. نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول ابن ميسان: أحمد الله وأشكره على عدم مشاركتي أنا وعائلتي بمهزلة الانتخابات، اسمها مهزلة الانتخابات. يقول أخي عمر: أطلق ناشطون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدموا من خلالها واسما وهو مقاطعة انتخابات، وذلك الدعوة إلى مقاطعة انتخابات البرلمانية تعبيرا عن الاستياء الشعبي والرفض القاطع لتكرار الوجوه والأحزاب الفاسدة والتي جرت البلاد إلى الويلات والمآسي، كما أكدوا أن خيار المقاطعة لغة احتجاج واضحة إزاء ما يحدث في البلاد من فوضى والسرقات ونهب للخيرات. أخي مبروك من الإمارات، يعني أرجو أن تكون الرسالة مختصرة في المرة القادمة لأنها رسالة طويلة وقرأت جزء منها. معنا اتصال أبو محمد من لندن. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشارك خوي؟ تفضل أبو محمد. والله يا أخي أنا عندي مختصر، يعني أزيد أتكلم معك مختصر. الله يبارك فيكم. نعم. إن شاء الله ويحفظكم إن شاء الله. الله يبارك. سندا للشعب العراقي العظيم كما قال. هذه الانتخابات كلها تزوير بتزوير وتزييف بتزييف وكذب ودجل ونصب من كل الناخبين، وعلى رأسهم الشيطان الأكبر هذا نور المالكي. كلها دجل، كلهم لصوص. هذيلة علي بابا والأربعين حرامي. نعم. اجوا من برا الحدود وسرقوا العراق، ان كان اجوا من لندن ان كان اجوا من ايران، هذا رأسهم الافعى الكبير هذا. فالشعب العراقي يعني لا يلتفت اليهم ابدا، لا يلتفتون الى هذه المجموعات. نعم. القذرة كما يقولون، والله انهم قذرة ولا يخافون الله، وان شاء الله الله ينتقم منهم كلهم، وإن شاء الله في نار جهنم يأكلون هم وأولادهم، لأن احنا نعرف عنهم كل شيء، خاصة المالكي هذا المالكي.
نعم. المالكي هذا أولاده في لندن وإيش يفعلون في لندن وكذا، ألا يستحي كان مسابيح في دمشق؟ والله شفناه، أنا أتكلم معك، أهلي شافوه في دمشق يبيع مسابيح. أنا هذا رئيس وزراء، هذا يمثل الشعب العراقي؟ هذا العراق سووا فيه هكذا؟ كان قطعة من الجنة في الأرض. الله ينتقم منهم كلهم. فأدعو الشعب العراقي أن لا يلتفن إلى كل هذيل الأصوات كلها، واللي شارك والله أنا أعتبره خائن، اللي شارك خائن. ولو أن الناس محتاجين لقمة عيش، محتاجين يمكن شوية أمان. نعم. فأنا يعني استغفر الله، ما أريد من ينتبهوا. نعم. فوشكرا والله يثبتكم أنتم لنصرة الشعب العراقي، ومشكورين وبارك الله فيكم جميعا. بارك الله بك أبو محمد من لندن، كان معنا، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك. كل عام وحضراتكم بألف خير، وكل عام وإخواتنا وأهلينا بجميع المحافظات العراقية بألف خير وبألف صحة. نحييكم، نحيي صمتكم، نحيي استبسالكم، نحيي مقاومتكم للظلم والفساد، نحيي ضريبة اللي دفعتوها من دماءكم الزكية حفاظا على أرواح الأمة. لا نحييكم. العالم كله شايفكم، العالم كله يترقب، العالم كله عاوز يساعدكم، بس ظهروا أكثر. النهاردة أنت بينتوا نفسكم للعالم، العالم كله شايفكم، العالم كله مركز على حضراتكم. النهاردة إن شاء الله قريبا هيكون في خلاص من العصابة المجرمة الدموية. واسمح لي أضم صوت الأخ أبو محمد. بالفعل سيدي عصابة، فعلا عصابة وتزوير معلن. ونطالب المجتمع الدولي بالكامل، ونطالب الشعوب بعدم الاعتراف بالمهزلة ما يسمى الانتخابات. بلاش زحك على الطقوس، بلاش لف، بلاش دوران، بلاش عايشونا في سراديب الأوهام. نعم. الشعوب عندها إرادة، الشعوب عايزة ناس محترمة تحكمها، الشعوب محبة للسلام. نعم. الشعوب عايزة تربي أبنائها، الشعوب عايزة تعلم أبنائها، عايزين نتطوروا، عايزين نعملوا اكتفاء ذاتي من القمح والغذاء والدواء. افهموا ايها الاغبياء، ايها الخونة، ايها الطراق النهاب، صناع الفتن، انتوا ما تعرفوش تعيشوا بدون جريمة. انتوا عايزين الجريمة مستمرة، عايزين تصنعوا الفتن والجريمة، لان الجريمة موجودة معاك. اذا غابت الجريمة انت مالكش مكان ولا ليك وجود، فانتوا بتصنعوا الجريمة بايديكم عشان يطول بقائكم. لكن الحق هينتصر، لكن الحق هينتصر مهما طال الزمن. سنة، 2، 10، 100 مليون ما بيأسوش اليأس، ما نعرفوش اليأس أبدا. مستمرين في النضال وفي الكفاح بإذن الله تعالى حتى محاكمتكم. نطالب بمحاكمة الخونة، لا نطالب بقتلهم، نطالب بمحاكمتهم عشان يكونوا عبرة لكل خائن يخون وطنه، ولكل كلب مجرم يطبع مع الكيان الصهيوني المجرم الواطي السافل عدو الإنسانية. واسمح لي نحيي المقاومة الفلسطينية، حركة حماس وأبطالنا، جيشنا، جيش العزة والشرف، نحييكم. اصمدوا. نعم. الشعوب تحييكم، ونحيي كل أحرار العالم، وندعو حضراتكم إلى الوقوف مع قضايانا ومع الشعب العراقي البطل، لأن لو انحلت قضية العراق ستتحرر الأمة من الاستعباد والظلم. وشكرا لحضرتك. شكرا مصطفى السيد من مصر كان معنا. نقرأ رسالة واتساب يقول: لكم أن تتصوروا أن ما يسمى سفير العراق في هولندا المدعو هشام علي أكبر زار على وجه السرعة يوم أمس مفوضية انتخابات هولندا، واجتمع معهم وحثهم على معالجة ما آلت إليه نتائج الانتخابات من تقدم كيان سائرون، وجاء الحزب الدعوة هو الفائز. وليعلم الشعب العراقي أن مفوضية انتخابات هولندا لم تعد وتفرز الأصوات إلى هذه اللحظة، والمركز الانتخابي يحرسه 3 أشخاص من مؤسسة الكوثر الإيرانية التي مقرها لهاي يباتون منذ انتهاء عملية التصويت إلى الآن، ولا أحد يعرف لماذا لم تتم عملية العد والفرز. معنا اتصال أبو خالد من بغداد، تفضل أبو خالد. سلام من الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو خالد، شنو رأيك البارحة بالنتيجة الانتخابات؟ نعم، هو بخصوص الانتخابات. تمام. سيدي عمر. نعم تفضل. سلام من الله عليكم ولكادر الرافدين الغيور الشجاع. أتقدم بكل التحية والسلام والاحترام لكل شعبنا في العراق بكل أطياف الغيور الشجاع الذين هم قلبوا السحر على الساحر. وهل تعلمون الفضل لله سبحانه
ثم لقناه الرافدين الشجاع الوطنيه صوت العراق الحر الصادق الامين والثابت على المبادئ. عندما اكثرتم من حلقات بخصوص الانتخابات ما زودتهم معي ونورت لهم الطريق الذي يرضى الله سبحانه، وهذا الذي حصل خرج للانتخابات لا يتعدى 20%، وهذا ما يدل على تولد القناعة التامة بأن هؤلاء الخونة والعملاء غير مرغوبة فيهم من قبل الشعب العراقي الشجاع الوطني الغيور سيدي عمر. ها نحن الآن لقد ارتكبنا الخطأ التاريخي عندما صوتنا على الدستور وما تسمى بالحكومة وتشكيل البرلمان وهو الشعب الغيور الذي صحح تلك الخطأ الذي ارتكبناه، وها هي الثورة الحقيقية التي تليق بكل شعبنا بكل أطياف الشجاعة. فنبارك لشعبنا الشجاع الواقع الغيور هذا النصر الكبير، وهذا لم يحدث في العراق منذ 16 عام. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وسنحاسب الخونة والعملاء الذين امتدت أيديهم بحق أفضال وأخرار وخرار العراق. وسلامي لكم ولكل شعبنا في العراق. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو خالد من بغداد معنا اتصال. أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وحي هاي القناة العظيمة وعامليها بالنسبة إلى الانتخابات وفشلها. إن شاء الله يعني كنا نتأمل أكثر من هذا الفشل، كنا نتأمل الشعب أكثر من هذا ما يطلع، ولكن أنا أنادي هذا الشعب اللي طلع ما عنده كرامة. المفروض ما حد يطلع ويهزم هاي الدولة ويهزم هذول العملاء الموجودين اللي جايين يبون يهبون ويسلبون ويقتلون. أنا أناشد الشعب أقول له أنت ماكو بيت مدير مدي يعني قتيل واحد كاتلين أو بالسجون أو عندهم شهادات وما تعينوا. أنتوا ما عندكم يعني ذرة من تفكير. أنتوا على شنو طلعتوا تتهاجمون حتى هذا تأيدون هذول المجرمين؟ إحنا نريد النادي إلى، وأنا أشكر اللي ما طلع والله من كل قلبي فرحانة لأنه أول مرة في تاريخ من 2003 إلى 14 سنة هاي النسبة الضئيلة، وهي أقل من هذا، لكن هم يزيدوها حتى يخلون عملائهم يتنصبون 4 سنوات على الهاي. إن شاء الله مدوا منهم 4 سنوات. إن شاء الله تكون ثورة عارمة تقتل هذول المجرمين الموجودين. وأنا أشكرك. شكرا. أم أزهار من بغداد كانت معنا. نقرأ رسالة الواتساب أو تقول: السلام عليكم، هذه الانتخابات ضحك على الذقون، مع تحياتي زوجة الشهيد وبنت الأعظمية سمت نفسها. واحد يسأل ماذا يفعل السفير الأمريكي في قاعة فرز الأصوات، شاهدوا بيوم أعينكم ما حدث في مراكز انتخابات في كركوك، كذلك يتحدث وأرسل صور. صراحة الصور لا نستطيع عرضها الآن، نقرأ الرسالة مباشرة. رسالة أخرى يقول: أكدت مصادر سياسية وجهاز المراقبة البريطانية وإبلاغ مجلس الأمن القومي أن نسبة المشاركة في انتخابات العراق هي 19.32%. قبل قليل ويعتبر هذه الانتخابات يعني كما يقول غير شرعية. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، للعلم نسبة المشاركة من مصدر موثوق هي 30%، وأغلب المشاركين بهذه النسبة هم من الميليشيات والحشد بأوامر من قادتهم. رسالة أخرى يقول: إذا كانت انتخابات نزيهة على المفوضية عرض سجل الناخبين الذين تم التوقيع عليهم من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وحسب المراكز على النت لكي يدقق كل شخص اسمه للتأكد من عدم التزوير، أنا كعراقي أتحدى المفوضية أن تفعل ذلك. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم أخي عمر، إحنا ما طلعنا الانتخابات لأن ماكو واحد نعتمد عليه يقود البلد بشرف، بس همهم الامتيازات والسيارات والمناصب، شعليهم بالشعب. صدقني هاي النسبة مين جابوها الأكثرية؟ ما طلعوا ينتخبون بس المستفادين
منهم كما يقول. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم أخي الكريم، الانتخابات عملية تزوير بتزوير وماكو فائدة بالنسبة، أنا ما ذهبت إلى الانتخابات وهذا ضحك على الشعب العراقي. طبعا بحسب وكالة رويترز لغاية الآن قائمة حيدر العبادي وقائمة مقتدى الصدر هي التي تتصدر القوائم في الانتخابات، والحديث عن موضوع الانتخابات والنسبة الضعيفة في الانتخابات، كريم النوري المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي تحدث وقال بأن انخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات هي ناقوس خطر للسياسيين لإعادة النظر بالمنهج والعقلية السياسية منذ العام 2003 وحتى اليوم، وأشار يعني بجملة تهكمية أن نسبة مشاركة بائعي السكراب من الذين جمعوا حديد اللافتات فاقت نسبة المشاركين بالانتخابات البرلمانية. قيس الخزعلي يقول أو عزى قيس الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب بأن أحد أسباب ضعف المشاركة في انتخابات أرجعها إلى التخويف كما يقول الذي بثته السفارة الأمريكية في بغداد فيما دعا إلى تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة والفساد كما يقول. كتلة التغيير تقول: صدمنا بأسوأ عملية انتخابية حصلت بعد العام 2003. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها عن نتائج الانتخابات والنسبة الضعيفة التي شاركت في الانتخابات يوم أمس في العراق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.